السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية تسمين الأغنام من الألف للياء. النهاردة هنتكلم مع بعض عن مرض التهاب الضرع. المعزة دي والدة امبارح والدة من يومين تقريبا، الضرع كان سليم. طبعا على فكرة احنا قبل ما نتكمل الفيديو بتاعنا، فيديوهاتنا كلها فيديوهات عملية إن شاء الله، يعني أي حاجة بتظهر عندي في الغنم بنعملها معاكم في حلقة وبنشاركها مع بعضنا وبنشوف العلاج عملي بطريقة عملية. أنا مش دكتور وبرجع عيدها وأكررها 50 مرة، أنا مش دكتور، أنا مربي وتاجر، وبأي حاجة عندي في الغنم بنعملها عملي، يعني أي فيديو من الواقع العملي، مش شغل ورقة وقلم، لا شغل عملي. فأنا بنطبق معكم الفيديو عملي وبنوريكم النتيجة إن شاء الله إن أمكن في الفيديوهات التانية. ودي هوريك إزاي الشكل بتاعها. الأول دي لسه المرحلة في بدايته، الضرة دي شوف الكيس، كيس اللبن مفيش غير دي بس، اهي دي بس الكيس اللبن، اما اللي فوق ده كله شوف لحم ملحمة، وباين حتى الحزق النهاية بتاعتها باينة اهي، ده شوف المفروض كيس اللبن كبير، لكن دي شوف ده بس هو كيس اللبن اللي بيتجمع فيه اللبن، الباقي كله ده شوف ناشف، بدأت تنشف. فاحنا هنعالجوها دلوقتي موضوعي. اول حاجة المعزة هنديها بنسلين، واخدة تاخد 3 ايام كل يوم 4 سنتي على حسب حجم المعزة. المعزة عندي دي تاخد 4 سنتي، لو حجمها اقل شوية ممكن تاخد 3 سنتي بس، بتاخد 4 سنتي 3 ايام او 4 ايام، وبتدهن كل يوم مرهم يود زي ده ميجا ماست، ده مرهم في حالة التهاب الضرع. ده طبعا مكوناته هو مش يود بس، في اكتر من مادة. ايوه اهو اليود، اهو مرهم يود، انا بدور لك بس على اليود اهي. ده اليود ومعها في مجموعة مركبات تانية، في الفينول، في مركبات تانية، طبعا انا مش دكتور عشان اترجم لك كل حاجة. المهم مرهم اليود، انا بجيب لك اليود اهي، كلمة اليود يودين، ده اليود مرهم يود او مرهم التهاب الضرع، اهو واضح اصلا ميجا ماست. شوف معايا اظبط لك الكاميرا بس، مرهم الضرع استخدم التهاب الضرع تحت الحاد، المهم حالة التهاب الضرع، الالتهابات عموما مرهم موضعي هو. هتدهن طبعا، هناخد منه وتبدا تدهن الضرع بالكامل. الناحيه الثانيه شوف هي المعزه لفت، الناحيه الثانيه الجزء ده فيها يعني الحمد لله فيها كيس لبن كويس، الورم ما نزلش، بس هنبدا ندعك الضرع كلها بس. طبعا ان شاء الله هنكمل دهان دلوقتي وان شاء الله نكمل مع بعض. طبعا كده دلوقتي خلصت دهان الضرع. طبعا النقطة اللي عاوز اقولها، ده التهاب في بدايته، لاحظ اللبن ابيض سليم مفيش فيه اي مشكلة، وفيها لبن طبيعي مفيش فيها اي مشكلة، اللبن تمام ما تغيرش لون، مفيش تغيير في لون اللبن، وان شاء الله لسه بتنتج لبن، وان شاء الله الحبة فيها لبن يعني حلو. الضرع التاني ما شاء الله، الناحية التانية الجنب التاني ما شاء الله فيها لبن كويس، الحمد لله بترد عيالها كويس. فدي أهم حاجة تلحقه في بدايته، لأن لو اتأخرت في علاجه هيعمل لك تليف وهينتهي اللبن خالص، وهتضطر طبعا تشبك عيالها مع أي أم تانية. ولكن إن شاء الله بإذن الله هنتابع مع بعض ونشوف إن شاء الله، ممكن نكمل ممكن ننزل الفيديو ده دلوقتي وإن شاء الله نتابع مع بعض 3 4 أيام كده إن شاء الله، ونتابعها إن شاء الله مع بعض الحالة هتعمل إيه إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.